بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ. السلام عليكم. بما ان احنا المصريين اكتر ناس بنحب الشاي بحليب او من الشعب العاشق للشاي بحليب، النهاردة جايبه لك احلى شاي بحليب ممكن تكوني دقتيه في حياتك. شاي الكرك. شاي الكرك الهندي رائع جدا، بطريقة حلوة جدا وبسيط جدا، ومكوناته موجودة عندك في البيت، ولكن بيقلب 180 درجة طعم الشاي بحليب. هنحتاج حوالي علبة حليب مبخر، نص معلقة هيل، تمن معلقة فلفل أسمر، حبتين قرنفل، عود قرفة، وطبعا حسب ذوقك السكر زي ما قلتلك. هنحط على النار هنا طاسة واسع شوية علشان السكر ياخد راحته. هنفرش السكر فيها بالشكل ده، وأول ما يبدأ يتكرمل هقلبه لجوه علشان كله يبقى لون واحد وملحقش يتحرق مني، زي ما انت شايفة بالشكل ده. هو مش بياخد وقت، ولكن أهم حاجة وتكاية فيه أنه ما يحرقش السكر بتاعه بالشكل ده، ولكن لازم يتكرمل السكر. دي من أحلى طعم للشاي بحليب أو لشاي الكرك. زي ما انت شايفه مش بياخد وقت، عبال ما يتكرمل اكون مجهزه اما الحليب المبخر، وهو بيبقى مركز عشان كده بيدي طعم حلو جدا. ما كانش عندك يبقى الحليب العادي، وبرضه احنا بنركزه في الطعم فبيبقى طعمه حلو جدا، ما بتفرقهوش قوي يعني، لكن اللي واخد على الطعم بيعرف انه ده بحليب مبخر او بحليب عادي. وانا بعمله بالاتنين، وبالاتنين بيطلع حلو جدا، يعني مش هنقف على حاجة، ولكن هندوق كل حاجة ونعمل كل حاجة وبطريقة صحية وحلوة جدا. بالشكل ده كده عندي جهز، عندي الكراميل هنزل عليه بالحليب المبخر او الحليب العادي نص لتر بالشكل ده. هبدأ اقلب فيه لما يدوب السكر اللي اتكرمل تحت. ده بالسكر عندي، هنزل في الوقت ده بالبهارات بتاعتي اللي هي بتدي طعم يختلف تماما عن الشاي بحليب العادي. بدأ يغلي، هنزل بالبهارات بتاعتي دي، القرفة وده الهيل. انا بفضل انه يكون مطحون علشان يدي طعم قوي. هوطي عليه طبعا بالشكل ده، قرنفل، هيل، حبة فلفل اسمر صغيرة يعني حوالي 8 معلقة. طبعا الكميات هتاخديها بالشبه، يعني زي ما عندها لنص كيلو حليب او نص لتر حليب، وانت اعملي الكميه اللي تعجبك. بعد كده هنزل عليهم دول كده واسيبهم يغلوا، وايدي في الحليب علشان ما يتحرقش او يعني يغلي، علشان عايزه النكهه دي تتركز جدا. وهنزل كمان بباكت، اتنين باكت شاي او بمعلقتين شاي فرط او سايب حسب ما انت حابه تقلي الشاي. طبعا هو كل ما بتعمليه بتتعودي على طعم معين، بتحاولي بعدين تظبطي نفسك، اللي بتعودت عليه هو ده اللي بيبقى تمام معاكي. انا بالشكل ده بوطي على النار على الاخر خالص، وبسيبه يغلي حوالي 5 دقايق علشان تتركز النكهات، وغطيه دقيقة كمان وابدأ اصفيه ونبدأ نستعمله. اي حاجة من البهارات دي مش بتحب ريحتها او طعمها ممكن تستغني عنها، ولكن كل حاجة في البهارات دي ليها طعم مميز في الشاي ده، وبتقلب الشاي ده مليون درجة مش 180 درجة بس. حلو جدا، طعمه حلو جدا، مختلف جدا، بيفرق في الطعم جدا عن الشاي بحليب عادي. وكمان حلو جدا في الافطار في وقت العصر لما تكوني هتاخديه مع كيك، مع سناكس، اي حاجة. حلو جدا بمعنى الكلمة. طبعا والشتاء الموسم بتاعه احنا بنحبه جدا في الشتاء، في خروجات الشتاء اللي بنخرجها في الصبح لازم نفطر في اي مول او في الكافيتيريا الشاي الكرك مع اي فطار تاني مع اي حاجة بنطلبها. بالشكل ده شكل الشاي بحليب بتاعنا او شاي الكرك، هنفطر بيه مع التوست او مع توست طبعا بجبنة او باي حشو انت حباه، مع بسكوت النخالة طبعا، بسكوت الصحي. وانا هنا مقللة السكر جدا زي ما انت شفتي، ممكن كمان اقل لانه لما بيتكرمل بيدي طعم حلو جدا، ولكن الطعم ده مظبوط جدا جدا لاي حد، حتى لو مش حابب السكر
كتير او كتير، الطعم مظبوط جدا. ممكن تقللي عن كده لو انت حابه اقل كمان. وده الشاي بتاعنا بحليب، طبعا استنيت لما تركزت النكهات وبعدين صفيته وبعدين هنستعمله على طول. ده شكل شاي الكرك، مع اي فطار ممكن تاخديه جنب اي حاجه، ولكن الموسم بتاعه الشتاء وبنحبه جدا في الشتاء، حلو جدا جدا جدا. جربي الشاي بحليب بالطريقه دي، هيفرق معاكي جدا وهتتعودي على الطعم ده، وطبعا مش هتعملي غيره لانه احلى شاي بحليب ممكن تقدري تقولي انا دقته. طبعا في ناس بتحط معاه الزعفران، وانتي حسب ما انتي بتحبي، انما احنا بنحبه بالشكل ده. وزي ما بتعمل معانا ان الزعفران غالي جدا بره، فما بيحطوش في الكافيهات، بيحطوه بس لما تكوني هتعمليه في البيت. طبعا كانت معاكي قناة نانا وسمسمة، عملنا مع بعض شاي الكرك. وان عجبك الفيديو اشتركوا وفعل الجرس ولايك عشان يوصلك جديد نانا وسمسمة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.